ان انا اعمل ايه بقى؟ قوم جايب اللابتوب كده. صح، وننزله كده جنبينا ونفتح فتوحة. لو قلت لك اني مصري تقول لي قال لي يعني لقد ربحت اخر مباراة. حلوة دي، بتحمس الدنيا شوية. ايه شو تايم؟ شو تايم مين يا عم؟ هنا ببجي موبايل. هتقول لي ايه؟ اني مصري وابويا مصري، مصري الله علي. Oh, give me car, we hope, we chop. رقم 4 نزل. بابي تيك تيك سيك سم. هنا هو طالب. تعالى يا ابني. لا يا عم، خش على ال بس من الكمبيوتر عشان نعمل اللقطات المميزة. اللقطات المميزة دي شروطها ايه؟ ان انت بعد 5 دقايق ما تفتح بث مباشر تبدأ تعمل لقطات مميزة. اعملها بقى دقيقة، اعملها دقيقتين، اعملها 3 دقايق، اعملها 4 دقايق، مش تفرق. كنت لسه فاتح بث على الفيسبوك، بس قلت افتح لكم هنا على اليوتيوب بصراحة، لان اليوتيوب هو المكان الوحيد اللي بيجيب لي فلوس. فيسبوك لازم الناس تبعت لك هدية عشان تاخد فلوس، لكن اليوتيوب المشاهدة بفلوس. واحد سألني سؤال، قال لي انت بتشتغل ايه؟ قلت له مش لازم تعرف، انا بشتغل اي حاجة، انا مصري. انت مصري تبقى تشتغل اي حاجة، صح؟ المصري يشتغل اي حاجة، احنا مصريين يا جدعان، احنا معانا شهادات ومش شغالين. الشغل اللي قدامنا لو اشتغلناه مش هياكلنا عيش، فاهمين دي؟ أنا عايز أتدرب حتة بس كده حلوة، وبعد كده إيه استقنيس، ماشي؟ مش حلوة بس يعني نشوف. عشان بس إيه نعمل أول لقطة مميزة وكلمات مفتاحية وكده. الدنيا حاجة حاجة تانية، ده الإعلان مع الفيديو عادي خالص. يعني لو متنا مفيش مشكلة، دونت وري يا باشا، بس ايه نشوف الصوت والصورة والكلام ده عشان النت ضعيف. وش جوه يعني. هو اللابتوب ضعيف والموبايل ضعيف والحالة ضعيفة، الحالة الحمد لله زي الفل وزي الفل الحمد لله. بس اوعى اوعى تقول حاجة. علل يا فارج الصبر، فرجها يا كاشف الهم، حلها من عندك يا رب. رحمتك يا رب.